مساء الخير من سانتا مونيكا كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى بعد نص ساعة من مدينة السينما العالمية هوليوود. بحييكم النهاردة الثلاث، يوم 5 فبراير عندنا بالليل احنا في أمريكا. و بيتصل بيا يحيى. يحيى، يا ريت تعرفنا على نفسك وتقولي ايه الأسئلة اللي انت عاوز تسألها لي، ونكون موفقين ان شاء الله نعمل حلقة جميلة النهاردة. بإذن الله. أنا الأول برحب بحضرتك. أنا يحيى تميم، ملحن عايش في أمريكا، ولاية بنسلفانيا. يعني بشكرك على الفكرة اللي هي هتتفاعل مع أعضاء الصفحة، إنه أي حد ممكن يسألك وتجاوبه على سكايبي. فكرة حلوة جدا. بسأل حضرتك، أنت فين من السينما المصرية؟ أنا عملت حوالي يعني حاجة وخمسين فيلم لستين فيلم وتمثيليات، طبعا براجك يعني من بداية حياتي في السينما الأمريكية. اشتغلت في السينما المكسيكانية، عملت فيلم مع أشهر مخرج هناك وأشهر ممثلة أنا ديلاجريرا، فيلم اسمه باك يارد، لعبت فيه واحد مصري، فيلم قوي جدا جدا، والدراكتور كان نومينيتد فور ان اوسكار على فيلم تاني بس من احسن واشتغلت مع فان فيندرز اكبر مخرج في السينما الالمانية. طبعا اشتغلت مع افلام في هوليوود وكل ده، ولكن السينما المصرية كان نفسي اشتغل في السينما المصرية، ولكن ما حصلش نصيب، او انا بعتبر السينما المصرية مش عارفين يعملوا فيا ايه، يعني مش عارفين يحطوني فين، لان انا مش ممكن العب فيلن تافه. طب حضرتك يعني شايف نفسك في دور مين؟ يعني مين أقرب دور في السينما المصرية قريب من لحضرتك؟ يعني ممكن لا لا، يعني هو يبقى صعب ان انا احط نفسي في اي حد، لان انا بنيت نفسي على السينما، في السينما الامريكية على اني بلعب اي حاجة. يعني في ناس بتعتقد ان ادواري كلها بلعب ارهابي، ولكن ده مش الحقيقة. يعني جملة اعمالي ما تشوفها انا لعبت دكتور ولعبت جراح ولعبت بروفيسور ولعبت كل ده. لازم الفيلم يكون بيقول حاجة. كتبنا فيلم اسمه محطة الرمل، وكنت بلعب فيه سيريال كيلر، فسفاح، ولكن كان بيجيب حق بنته، مجموعة من الشباب كانوا اغتصبوها وموتوها، فهو بيجري وراء، يعني بيفتش عليهم وبيقتلهم والبوليس بيفتش عليه. انا عاوز اعمل حاجة انا استريح فيها، لان انا مش من اتعلمت هنا في السينما الامريكية ودخلت الجامعة، فمش عاوز اعمل حاجة تقول طب هنحطك فين؟ لا، يبقى لازم بروجيك يبقى متولف. الدور مكتوب وحضرتك تضيف عليه. ايوه، ده اللي انا بفتش عليه. طيب، في سؤال بقى مهم جدا. يعني انا سمعت لقاءاتك في مصر، فانت كان نفسك تغير صورة العربي المسلم في امريكا. حضرتك قدرت تغير حاجة عن صورة العربي المسلم في امريكا؟ هو في بداية الثمانينات كان السينما الأمريكية ما كانت بتعمل دور عربي، بتعمله حتى مش مهم يتكلم عربي، يعني ممكن يتكلم جبرش باشا عربي بري حاجة زي كده، ولكن احنا بدأنا نغير وبدأنا نكتب. السينما الأمريكية من 80 أو من بداية الثمانينات لغاية دلوقتي اتغيرت جدا على صورة العربي، ولكن انت عشان ما تظلمش السينما الامريكية بص على السينما المصرية تعاملت مع المسلم ازاي. يعني الاستاذ عادل امام افلام كتير عمل الارهابي، فالسينما الامريكية محتاجة ناس تكتب من هو العربي
ومن جهة زي ما قلت لازم يكون من الأميجران ستوري، يعني المهاجر الأمريكي. وإحنا السينما الأمريكية مش هتحاول تصلح صورة العرب، العرب اللي لازم يصلحوا صورتهم. واتفرج النهاردة العرب بيعملوا إيه في بعضهم، يعني شيوخ العرب والقادة العرب مبوظين الشكل العربي أكتر من الممثلين اللي بيعملوا أفلام عن العرب. طيب حضرتك كاتب ومنتج وممثل طبعا سينمائي يعني، ففي أعمال جديدة حضرتك بتعملها قريب؟ والله أنا كنت بوضب لفيلم اسمه برايد أوف ذا نايل، عروسة النيل، عن الهيومن ترافيك، عن شراء وبيع البنات اللي هم على النيل، على ضفاف النيل، قرى ضفاف النيل، وإن الخليجيين بيجوا يشتروهم، والرحلة دي، وعلى إن دلوقتي بالقوانين أو غير القوانين بدأ الشيوخ الإسلاميين يسمحهم إن بنت عندها صغيرة تتجوز واحد كبير. فده من أهمامي، يعني هم بتحصل إن دلوقتي الهيومن ترافيك انقطر في مصر، إن هم الخليجيين ما عادوش بييجوا يشتروا ويتجوزوا أسبوع أسبوعين ويمشوا، دلوقتي ما يقدروش لأن مصر مقلوبة، فبيتصدر لهم للخليج البنات الصغيرة ويتجوزوا هناك، والمشكلة اللي هم بيترموا هناك، بيترموا بعد كده وبيجوا بعيال، مشكلة كبيرة جدا. أنا يعني بهتم بمشاكل المرأة في مصر عشان أمي، أنا تربيت، أمي اللي ربتني، أبويا مات وأنا 9 سنين، وكان عندي 6 بنات إخوات. فالمرأة مهمة جدا، ومشاكلها وطموحها وأحلامها في حياتي السينمائية. فأنا عاوز أعمل فيلم، نفسي أعمل الفيلم ده، والأستاذة بشرى عجبها الدور لأن هي بتلعب صحفية فيه. ولكن الأوضاع في مصر صعبة، فأنا يعني بدأ اللي هو نبدأ نشتغل إن شاء الله قريب. بإذن الله بالتوفيق. يعني هو ده كده الأسئلة اللي هي أنا يعني جت على بالي. أنا بشكرك طبعا على وقت حضرتك، بس في الآخر ما أقدرش أتكلم معاك وما نذكرش بورسعيد. البورسعيدية في وضع صعب جدا الأيام دي، لأنهم مش عارفين يعملوا إيه دلوقتي. حصل الاتفاق بين الألتراس ورئيس الإخوان مرسي، وأخدوا من اللي هم عاوزينه. يعني الألتراس ما عادش بيخرج دلوقتي في أي حاجة، ملهوش أي نشاط، حتى ما نزلش يوم 25. والمشكلة اللي هو اتحكم باللي هو 21 واحد يروح للمفتي، ولسه طبعا في نقد وكلام من ده، ولكن فيهم ناس من الأهلوية. يعني القاضي كان سريع جدا اللي هو يحط رقم معين، والمشكلة اللي هو اتضحك على الألتراس وخرجه من الحقل السياسي عشان وقف كوبري اكتوبر ووقف شوية المترو. فالحكومة قالت اللي احنا نبيع البورسعيدية، فباعوا البورسعيدية، ولكن في نفس الوقت البورسعيدية في 24 ساعة مات منهم حاجة و40 واحد، حاجة و30 40 واحد. ف أعتقد 70، ها أعتقد 70 لا 70 واحد. ده كان في الماتش، لكن انا بتكلم على بعد نطق الحكم، بعد نطق الحكم، وان كان في قناصة وموجود على الانترنت، مش هنضحك على بعض. رئيس الاخوان طلع قال لك ما كانش، والداخلية قال لك ما كانش في ضرب نار حي، وده كل كلام ده كذب.
أنا لا أثق في إخواني ولا أثق في كلمة إخواني، لأنه هم ممكن يقعد مع قعد مع المجلس العسكري، وقعد مع وبيقعد مع الحزب الوطني دلوقتي، وقعد مع الألطرس واتفقوا مع بعض. ولكن بورسعيد فيها مشكلة، فيها مشكلة. ولعلمك الخاص إن هي بورسعيد، وأنا قلت قبل كده والناس زعلت مني، اللي قال لك أنت وقفت قبل أكتوبر، وقفت المترو، طب افرض بقى بورسعيد توقف القناة. فقال لك انت بتدعي لوقف القناة. لا انا ما بدعيش لوقف القناة، انا بتكلم على سيناريو. انت وقفت ده واخدت حقك من مرسي، فالبورسعيدية ممكن يعملوا كده. مش عايزين احنا بلطجة سياسية، احنا عايزين جدع، حق. عاوزين حق، عاوزين حق. طب البورسعيدية يجيبوا حقهم دلوقتي ازاي؟ انت البورسعيدية لغاية دلوقتي ما بيدخلهمش دخل من قناة السويس اللي هي ضريبة المدينة، وده قانون في العقد اللي بيننا وبين شركة قناة السويس، لأن يعني القناة قطعت بين بلدين. دلوقتي عندنا غاز وعندنا بترول، بورسعيد في حالة والناس نفسيتها تعبانة، فيعملوا إيه؟ يعملوا إيه؟ في ناس بتقول لك نفصل، وده كلام طبعا مش يعني مش عملي اللي احنا نعمل دولة بورسعيد. ولكن انا بقول من وجهة نظري، والناس تزعل مني ما تزعلش مني، انا بقول اللي احنا ناخد الحكومة المصرية ونرفع عليها قضية، لان من 56 ما تدفعش البورسعيد ضريبة المدينة اللي هي المفروض بتدفع لتوفير المجاري، توفير المياه والنور إلى المدينة، بما إن شركة قناة السويس متعهدة قانونية على ده. فأنا يعني بفكر إن البورسعيدية لسه في إيديهم حاجة، وإن بورسعيد جزء مجزأ من مصر. ما فيش موضوع وقف القناة، وما فيش موضوع اللي احنا كلنا واحد دلوقتي يا ننفصل. سيدي، اتفضل. كلنا واحد يا سيدي، كلنا واحد، بس كلنا كلنا نتعامل واحد محافظين واحد. على الحكومة المصرية. لابد ان احنا كلنا نتعامل بقانون واحد، ولابد ان احنا الاخوان ما يبيعوناش للالترس، ده بينهم وبين بعض. فالمهم اللي انا بقوله للسالي دقيقتين، ان انا اقول لك ان البورسعيدية عندهم اوبشن، عندهم اوبشن اللي احنا نخرج دوليا نطلب حقنا دوليا، بدل لان دلوقتي قانون المركز الرياضي ولا هو وزارة الرياضة مش عارف بيسموه ايه، وزارة الشباب والرياضة قالت ان المصري ينزل والمصري يقف وكلام من ده. رحنا للقانون الدولي الفيفا، وبورسعيد قال لك لا، النادي المصري ما ينزلش، والنادي المصري ما يتعاقبش، لانه دي مش مشكلته. اللي حصل، احنا بصوا احنا عارفين اللي حصل ومين اللي وضب الموضوع، لقتل الشباب الالترس، الشباب الورد، لان الالترس قبلها شتم المشير، شتم الداخليه، فعملوا كماشه عليه في بورسعيد، والابرياء اللي دفعوا حقها هم البورسعيديه. فانت دخلتني في موضوع سياسي وانا مش عاوز اتكلم سياسي، الناس بتزعل، ولكن ده جزء جديد من الفيلم اللي انا عامله. انا عامل فيلم أنا يا أخوي. اسمه بورسعيد، اسمه Going Back Home، الرجوع الى بلدي بورسعيد، وده موضوع الالترس والشباب الورد. وانا دايما بخلص وبقول يم الشهيد، بورسعيد هي ام الشهداء. فاوعي تنسي اللي احنا حسينا وحاسين بيكي يا ام الشهيد. والبورسعيدية ملهمش ذنب في قتل اولادك، ولكن في ابرياء في السجن، وفي حاجة واربعين واحد ماتوا بالقناصة ملهمش دعوة بماتش الكورة. ف بنهي بقول كلنا مصريين وكلنا شعب واحد، وفي الثورة ما حطينا ايدينا جنب ايدين بعض كنا اعظم شعب في التاريخ. وشكرا، شكرا ليك، شكرا وإن شاء الله نشوف حد تاني يسأل أسئلة، وفرصة سعيدة، والسلام عليكم.